أسمى وأعذب آيات الترحيب للحضور الكريم. خير الكلام ما قل ودل، لا سيما أمام هذه اللوحات التي تبهر العيون وتثلج الصدور وتنضح حيوية وطاقة وفرادة في الأسلوب. أدعو رئيس المجلس المحلي السيد وجيه كيوف لإلقاء كلمة قصيرة لهذه المناسبة. مساء الخير المشايخ، الإخوان، الفنانين، النساء، أعضاء المجلس المحلي والفنان فارس حمدان. شتاء 2010 واسم لمعرض الأخ الفنان والجار فارس حمدان. 2010 شتاء 2010 يعني الكثير، يعني هو هل هو شتاء 2004 أو شتاء 1986 أو شتاء اليوم، ولكن الشتاء هو بالكم وله علاقة مباشرة بالثقافة، والثقافة هي أيضا الكم الثقافي، والكم الثقافي هو كم من الفنانين في عسفيا، وكم من المثقفين في عسفيا، وكم من الأدباء والشعراء في هذا البلد. ونحن اليوم بهذا الصدد، فوظيفة المثقف هي وظيفة كبيرة، ليس فقط بتعليق الشهادة على الحائط، إنما وظيفة المثقف في هذا البلد في مدى عطاؤه لمجتمعه، إن كان في الفن، وإن كان في جمعيات خيرية، وإن كان في مؤسسات، وإن كان في خلق مأسسة لهذه البلد. ولكن اليوم نحن نتحدث عن الألوان، ونحن نتحدث عن الرسم، وأنا أقول لفارس إن هذه الرسمات التي نقلتها من الطبيعة الكرملية إلى لوحات، أمل أن تكون هذه اللوحات تحفر في قلب وفي شعور كل واحد منا. شكرا لحضوركم وأهلا وسهلا بكم. شكرا. أدعو الأخ صديق رفيق حلبي لإلقاء كلمة قصيرة. في شوية حرية بعد في البلاد خلينا نستغلها، بخص حرية كلمة، غير حرية الكلام يعني مش كفيل. الحضور الكريم، في هذه اللقاءات نتحدث عن حلقات ثلاثة: حلقة المبدع الرسام، حلقة المستهلك أو المتذوق، وحلقة الحدث نفسه. لنبدأ بالمبدع أو بالرسام. هناك من يقول أن الشاعر يكتب بعقله لا بيديه لا بريشته، يكتب ذهنه، يكتب أفكاره. وفارس كتب أو رسم، سنعود إلى الكتابة بعد قليل، رسم هذه الرسمات من ذهنه ومن عقله ومن أفكاره. وهناك مقولة أخرى بمعنى أن اللوحة هي شعر بدون كلام. إذا مزجنا الشعر بدون كلام ومزجنا اللوحة والأفكار، نرى أن الفنان، كل فنان، يرسم واقعه كما
يراه بعقله بذهنه بفكره. إذا تفرسنا أو شاهدنا أو تذوقنا هذه الرسوم نرى أن هناك طابع وادع أحياناً هادئ وأحياناً صاخب جداً، أحياناً ساذج وأحياناً واقعي وأحياناً واقعي ساذج. والمحور الثاني هو محور المتذوق، كل منا يرى في الرسم ما يريد أن يراه، فهذا يرى الرومانسية وآخر يرى العمق وثالث يرى الألوان ورابع يرى شتاء في درجة حرارة 25 وخامس يرى الأرض وقضية الأرض ويجب أن نذكر الأرض وكمان مرة الأرض لأن كل هذه الرسمات هي هويتنا هي أرضنا. والحلقة الثالثة هي حلقة هذا الحدث، وبما أنه لأول مرة أزور مجلس أسفيا بعد الانتخابات من الواجب أن أهنئ أسفيا أولا على معركة انتخابات هادئة رائعة فيها كثير من الثقافة التي يجب أن تعلمها الوسط العربي بشكل عام ووسطنا بشكل خاص، وأهنئ زميلي وصديقي أبو العميد، وأمل أن هذه الباكورات الأولى والثانية تكريم الأخ الزميل الفنان أنيس أبو ركن وهذا اللقاء أن يحول المؤسسة من دفع ضرائب لثقافة لحضارة لأدب لشعر لرسم. وأنت يا صديقي فارس، نحن نعرف أن مجتمعنا مؤمن إيمانا مطلقا عدا بإيمانه بالله وبالأرض وبالعرض، ومؤمن أن لا نبي في بلده، وهذا الواقع يجب أن نستأصله في كل المجتمع. أنا أبشر وأقول لكل من يحضر هذا اللقاء أنني اقتنيت رسمتين لوحتين من رسوم الفنان فارس، ووضعت هذه الرسوم بين أريا أزين، يائير جاربوس، أوري ليفشيتس، يوسف بيرغنر وإيفان شفيبل من كبار رسامين إسرائيل، وأقول لكم أن رسمتي فارس